Hi everyone, I'm Nancy and welcome back to Let's Practice English channel. طلبتوا كتير منا نعمل مثل فقرات أو فيديوز أو سلسلة لنقدر نكون عم نفيدكم بتحسين قراءتكم باللغة الإنجليزية. هيدي السلسلة رح تكون إذا بتكون فيها أسرار رهيبة لتقدروا أنتوا تحسنوا من نطقكم باللغة الإنجليزية وأيضاً لتكونوا عم بتحسنوا من قراءتكم، لأنه من خلالها رح نكون عم نتعرف على الحروف الصامتة، أي أحرف بتكون صامتة وأمتين بتكون صامتة هيدي الحروف. إضافة إلى ذلك رح نتعرف على الحروف المركبة، مثلاً إذا شفنا نحن حرفين حد بعض EA شو من الفضة، EE شو من الفضة، أو شو من الفضة. لأنه بنعرف أكترية الأحيان أنه مثلاً EA بتنلفظ هون شي وهون شي آخر، كده رح نكون عم نتعرف عليه. إضافة إلى ذلك رح نكون عم نساعدكم مثل ما قلنا لتكونوا عم بتحسنوا نطقكم للحروف. تابعوا الفيديو للآخر، وقبل ما نبلش إذا بعدكم مش مشتركين بالقناة ما تنسوا تشتركوا وتفعلوا جرس الإشعارات لدل عم بيصل لكم كل فيديو جديد عم ننزله. أول شيء بهمنا تعرفوا أنه هيدا الفيديو هو مش بس فقط للمبتدئين باللغة الإنجليزية. أحياناً كتير في أشخاص بمستوى متوسط ومتقدم خلال قراءتها لبعض الكلمات أو حتى خلال نطقها لبعض الكلمات تنطق بعض الأحرف خطأ، بتكون أحرف صامتة وبتنطقها. حلو نكون نحن عم نتعرف على غلطنا ونصلح غلطنا. أول شيء لازم نعرف أنه الأبجدية الإنجليزية أو الحروف الأبجدية الإنجليزية The alphabets هن 26 letters 26 حرف. طبعاً مش كلهم بيجوا بكلمات يكتبوا لا يلفظوا، في أحرف كتير هلأ رح نتعرف عليهم أكيد خلال كل حرف رح قلكن عنه. في أحرف تكتب وتلفظ ما بتجي فيها كلمات بيكون هيدا الحرف فيه صامت، خصوصا الفاولز. الفاولز هن الأحرف الصوتية أو أحرف العلة. رح أذكركن بالفاولز هن A E I O U A E I O U هول هن الفاولز أو الأحرف الصوتية. نادرا 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 ما بيجوا بالكلمة وبيكونوا صامتين يكتبوا ولا يلفظوا. رح نبلش بأول letter اللي هي the letter A. A The letter A ما في ولا كلمة باللغة الإنجليزية بتتواجد فيها حرف الـ A تكتب ولا تلفظ. أكيد في إلها حرف الـ A ممكن يكون أصوات متعددة مثل father إلى آخره، يعني في أحيانا نلفظها أحيانا A، رح نتعرف عليهم بفيديوهات لاحقة، ولكن هلأ بيهمنا تعرفوا أنه the letter A دايما 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 يكتب ويلفظ. رح ننتقل لتاني حرف هو the letter B. B في عنا تسع كلمات بيجي فيهم حرف ال B silent يكتب ولا يلفظ. من هول التسع كلمات هن thumb مثل ما شفنا منتهية ب B ولكن ما منقول thumb يعني الإبهام هيدا الأصبع. Thumb. عنا climb. كتير بسمع أشخاص بتقول climb verb to climb بمعنى فعل التسلق، ولكن هي climb البي يكتب ولا يلفظ. climb. comb مثل ما شفنا إنه comb أيضا منتهي ببي ولكن ما نقول comb. كوم بمعنى بتجي بمعنى اسم أو فعل، يا أما مشط يا أما الفعل يمشط. كرام لهن الفتافيت، نحن بس نكون عم ناكل أو أوقات كتيرة من هرهر، هول الفتافيت اسمهم كرامز. مثل ما شفنا أيضا هيدي الكلمة بتنتهي ببي ولكن البي تكتب ولا تلفظ. ننتقل لبام مثل ما شفنا بام بمعنى قنبلة منتهي ببي أيضا البي تكتب ولا تلفظ. في خطأ شائع أنه أحيانا أو أكترية الأشخاص بتقول بام، لا هي بام. وأيضا لازم ننتبه لكتابة هذه الكلمة لأنه أحيانا بشوف أشخاص بتكتبها B-O-O-M هي كتابتها B-O-M-B بام.
عنا دم 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 بمعنى غبي، مثل ما شفنا ايضا منتهي ببي بي سايلنت تكتب ولا تلفظ. عنا لام 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 مثل ما شفنا كمان لام منتهي ببي ولكن البي تكتب ولا تلفظ، ما بنقول لامب لام بمعنى لحم الخروف. doubt 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 هون البي جاي بنص الكلمة. في كلمات كتيرة بيطلب علينا انه نحن نحفظ طريقة لفظها مثل doubt، هون ما بنقول doubt no doubt بمعنى يشك doubt. واخر كلمة عنا هي debt 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 بمعنى دين، ايضا جاي البي بنص الكلمة تكتب ولا تلفظ. في شغلة لازم نعرفها انه صحيح نحن في عنا 65 rules باللغة الانجليزية، عنا تقريبا ما يقارب 65 قاعدة باللغة الانجليزية، 11 منهم هن البيسكس، 11 قاعدة هن القواعد الاساسية لازم كلياتنا نعرفهم، ولكن اذا بتكون اللغة هي 80% استثناءات، يعني 80% في كلمات ما بتنطبق عليهم القاعدة، يعني باللغة الإنجليزية كل كلمة لها قاعدة. وبالتالي أنا من هيدي كلها حابة أوصل لكم ملاحظة أو إذا بدكم كخلاصة من حرف البي. حرف البي دايما بس يجي بآخر الكلمة وفي قبله حرف الأم، حرف البي يكتب ولا يلفظ. لكن دايما بس يجي قبل حرف البي حرف الأم، حرف البي يكتب ولا يلفظ. ومثل ما شفنا أنه عنا كلمة doubt و debt هن مش جاي قبلهم حرف الأم ولكن نحن ما لفظنا حرف البي، وبالتالي بيتطلب علينا نحن نحفظ طريقة لفظ هول الكلمات. في كلمات كتيرة ما لها قواعد بتقول أنه مثلا إذا إجا قبل هيدا الحرف ما بنلفظها، في كلمات كتيرة ما بتنطبق علينا القواعد، وبالتالي بيتطلب نحن علينا أنه نحن نكون عم نحفظ طريقة لفظ هول الكلمات. رح ننتقل لـ the letter C، هو ثالث حرف بالأبجدية. سي ولا مرة بيجي بالكلمة silent يكتب ولا يلفظ. كل الكلمات يلي بيجي فيهم the letter C يكتب ويلفظ. أكيد بيتغير طريقة نطقه لهذا الحرف، ممكن ينلفظ كK ممكن كS إلى آخره، هول رح نحكي عنهم بفيديوهات لاحقة، ولكن هلا بيهمني تعرفوا أنه ولا مرة بيجي the letter C silent. رح ننتقل لرابع حرف هو the letter D. D for example عندنا handsome 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 بمعنى رجل وسيم، رجل حلو. هيدا الصفة تطلق فقط على الشاب على الذكر، ما بيحق لنا نحن نكون عم نطلق صفة handsome على امرأة إلا إذا كانت امرأة متشبهة بالرجال، عم نقول لها أنه أنت وسيمة أو هيك، يعني ساعتها بنكون عم نطلق عليها، ولكن handsome هي صفة فقط للرجال. عنا ساندويتش ساندويتش ساندويتش، كثير بسمع اشخاص بتقول ساندويتش، هي ساندويتش طريقة لفظ لهذه الكلمة بالطريقة الصحيحة ساندويتش. بالعربي اكيد بنقول ساندويتش ولكن باللغة الانجليزية الدي سايلنت تكتب ولا تلفظ. Wednesday 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 هو يوم الأربعاء، مثل ما شفنا ما بنقول Wednesday Wednesday دي silent تكتب ولا تلفظ. Unfortunately هون ما في قاعدة ثابتة إذا بتكون لتكون عم بتحدد لنا إنه كيف بنلفظ حرف الدي إذا إجا بهيدي الكلمة، بيتطلب علينا أيضا نكون عم نحفظ نحن الكلمات وطريقة لفظها مثل هول handsome sandwich Wednesday، هن من الأخطاء الشائعة اللي بسمع كتير أشخاص عم تلفظ حرف الدي فيهم. ننتقل لحرف الاي. بالنسبة لي حرف الاي هو special letter، حرف مميز. ليش؟ لأنه 99% هيدا الحرف إذا إجا بآخر الكلمة هو حرف صامت، ولكن نحن مثل ما قلت لكم بأول الفيديو أنه الفاولز أكثرية الأحيان بينلفظوا. هيدا الحرف مثل ما قلت لكم 99% بس يجي بآخر الكلمة ما بنلفظه. For example give give
give يعطي، ما بنقول give give love 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 حب life 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 حياة cheese 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 جبنة. مثل ما شفنا جاي حرف الإي بآخر الكلمة ولكن يكتب ولا يلفظ. ولكن مثل ما قلنا اللغة الإنجليزية هي استثناءات أكثر من أن قواعد. في كلمات بتنتهي بإي يكتب ويلفظ مثل coffee قهوة cafe recipe اللي هي وصفة أكل معينة recipe. حتى أصلاً إذا بتطلعوا recipe طريقة لفظة غريبة recipe. وعنا fiancé مثل ما شفتوا إنه يمكن عم بتلاحظوا في apostrophe بالكلمات. طب نحن باللغة الإنجليزية ما فيهم apostrophe. هيدي الكلمة هي كلمة فرنسية وبالتالي fiancé تستخدم للذكر خطيب وfiancé double e apostrophe e هي خطيبة. يعني إذا أنا كنت امرأة وعم أقول خطيب اللي هو شاب بقول my fiancé بتنتهي ب e واحدة، بينما إذا كنت أنا شاب وعم أقول my fiancé خطيبتي امرأة بتنتهي ب double e. Now practice with me. رح كون عم أعطيكم بعض الجمل فيهم من الكلمات اللي نحنا كنا هلأ عم ناخدهم. حاولوا أنتوا تعيدوا هول الجمل وراي لتتحسن مهارتكم بالقراءة أولا ولا تكونوا عم تتمرنوا ثانيا. جربوا هيدا التمرين على صوت عالي. رح نبلش. I wake up at 9 o'clock every day. But on Wednesday, I have to wake up earlier. Then I comb my hair and brush my teeth to look handsome. I know I am a handsome man, no doubt about it. After that, I have a sandwich and a coffee for breakfast. And I usually have different recipe for lunch. Good job. هيدا كان فيديو اليوم، فيديو خفيف، فيديو ظريف وفيديو جدا مهم لكل مستويات اللغة الإنجليزية. إن شاء الله يكون عجبكم وإن شاء الله تكونوا استفدتوا من هيدا الفيديو. ودايما تذكروا أنا وعم أقول الكلمات وعم أقول الفظون الفظون وراي لتكونوا عم تتمرنوا على طريقة لفظهم بالطريقة الصحيحة. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوا تعملوا لايك، تتركوا آرائكم بالتعليقات، وإذا بعدكم منكم مشتركين معنا بالقناة ما تنسوا تشتركوا وتفعلوا جرس الإشعارات ليضل عم بيوصل لكم كل فيديو جديد عم ننزله. Thank you very much for watching وأنا بلاقيكم بالفيديو القادم. Goodbye.